مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. خلال أيام هذا الأسبوع تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بشكل واضح، أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل، لكنها تميل للبرودة قليلا بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر، وأحيانا بتكون مغبرة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ باستعراض الأحوال الجوية من يوم الأحد. يوم الأحد اللي هو 31/3، أجواء مشمسة معتدلة بالنهار لطيفة بالليل، لكنها مغبرة في المناطق الجنوبية نتيجة نشاط الرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للغبار والأتربة والتي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. أيضا درجات الحرارة أعلى من المعدل بشكل واضح، المناطق الشمالية العظمى 27 والصغرى 18، المنطقة الوسطى 25-18، المنطقة الجنوبية 24-15، الأغوار البحر الميت 32-22، خليج العقبة 30-20 مع أجواء مغبرة، وأيضا المنطقة الجنوبية الشرقية أجواء مغبرة 22-13، والبادية الشرقية 25-17 درجة مئوية. يوم الاثنين أيضا أجواء معتدلة، تظهر بعض السحب، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها، المنطقة الشمالية 28 العظمى والصغرى 19، المنطقة الوسطى 27-19، المنطقة الجنوبية 25-17، الأغوار البحر الميت 33-23، خليج العقبة 31-22، والبادية الجنوبية الشرقية 24-15، والبادية الشرقية 26-19 درجة مئوية. يوم الثلاثاء أيضا تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بشكل واضح، أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل، وتظهر أحيانا بعض السحب خاصة في المناطق الشمالية والمناطق الجبلية. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 29 والصغرى 18، المنطقة الوسطى 28-19، المنطقة الجنوبية 26-18، الأغوار والبحر الميت 33 والصغرى 23، وأيضا العقبة 32-22، البادية الجنوبية الشرقية 26-16، والبادية الشرقية 27-20 درجة مئوية. يوم الأربعاء أيضا تستمر درجات الحرارة أعلى من المعدل، تستمر الأجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا، لكنها تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 27 والصغرى 14، المنطقة الوسطى 27-15، المنطقة الجنوبية 26-17، الأغوار البحر الميت 33 العظمى والصغرى 24، الخليج العقبة 32-21، البادية الجنوبية الشرقية 27-16، والبادية الشرقية 29-18 درجة مئوية. يوم الخميس انخفاض قليل على درجات الحرارة، لكن تبقى أعلى من المعدل، أجواء لطيفة بشكل عام أثناء النهار تميل للبرودة قليلا أثناء الليل. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 25 والصغرى 13، المنطقة الوسطى 26-15، والمنطقة الجنوبية 25-16، الأغوار البحر الميت 32-23، خليج العقبة 31-20، البادية الجنوبية الشرقية 27-15، والبادية الشرقية 30-17 درجة مئوية. يوم الجمعة انخفاض آخر على درجات الحرارة، لكن تبقى أعلى من معدلاتها، أجواء لطيفة بالنهار لكنها تميل إلى البرودة في الليل وخاصة في ساعات الصباح الباكر وبعد منتصف الليل. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 24 والصغرى 13، المنطقة الوسطى 24-14، المنطقة الجنوبية 25-15، والأغوار البحر الميت 32-24 درجة مئوية، وخليج العقبة 32-19، والبادية الجنوبية الشرقية 27-14، والبادية الشرقية 30-17 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع